الرحمن استدل بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، استدل بها على أن العذاب في القبر وأن النعيم في القبر يتوقف أو يتقطع، فهذا في الحقيقة لم يفهم هذه الآية ولم يفهم النصوص الأخرى، وأيضا لم يفهم أو لم يطلع على كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب بما يلي. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة أن العذاب مستمر بالكافر في قبره إلى قيام الساعة، وقد ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية التي استدل بها من استدل على تقطع العذاب، قال وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. ثانيا، قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير وهذا هو أصل مسألة إثبات عذاب القبر لأهل السنة، لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار. ثالثا، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رابعا، جاء عند الترمذي في عذاب المنافق والكافر قال فلا يزال، كما في حديث أبي هريرة في الحديث الحسن عند الترمذي قال فلا يزال فيها معذبا، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا، انظر لا يزال للاستمرار، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. خامسا، على القول بأن هناك رقدة بين النفختين، بين النفخة الأولى وبين النفخة الثانية، وهذا ليس في كل الوقت كما فسره من فسره، بل إن هذه الرقدة تكون بين النفختين، وكذلك سياق الآية أن القائل هم الكفار بدليل أنهم قالوا بعد ذلك قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا هذا ما وعد الرحمن، من القائل؟ قيل المؤمنون وقيل الملائكة. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير ويمكن الجمع بينهما أن المؤمنين وأن الملائكة يقولون بهذا، فكيف يقال من أن النعيم يتوقف؟ وهذا خطأ شنيع جدا. سادسا، أن النعيم على المؤمن لا ينقطع، ولذلك في الحديث الذي سبق عند الترمذي وهو حديث أبي هريرة أنه يقال للمؤمن نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. سابعا، أنه على القول بأن هناك رقدة بين النفختين لا يدل على انقطاع النعيم وانقطاع العذاب. لما؟ لأنه إذا كان من أول ما يسأل من قبل الملكين من ربك ما دينك من نبيك، فإذا أجاب ماذا يقولان له؟ يقولان له نم كنومة العروس، انظر فقولهما نم يدل على انقطاع العذاب، هذا لا يمكن أن يقوله مسلم. لما؟ لأنه قال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، بدليل أن الأحاديث الأخرى بيّنت أنه يفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه. هذا على القول بأن هناك رقدة تكون بين النفختين. أما على ما رجحنا مما يظهر من قول ابن كثير فإنهم يعتبرون العذاب الذي حل بهم في القبر يعتبرونه بمثابة الرقدة لما يرون العذاب الأليم يوم القيامة. ثامنا، لفظة المرقد من مرقدنا هذه تدل على اسم المكان، يعني باعتبار أن القبر مرقد ولا يعني أن هناك رقدة، وما يدل على ذلك نصوص من الشرع ونصوص حتى من اللغة. كيف؟ فمن حيث الشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين في قصة أم زرع ابن أبي زرع
قال من بين صفاته مضجعه كمسل شطبة، يعني مثل ما تخرج السيف من غمده ثم تعيده، عبر هنا بالمضجع. ولذلك في رواية الطبراني في المعجم قال مرقده كالشطبة، وهذا معروف في اللغة العربية، يقول المرقد هو اسم المكان. ولذلك حتى أهل البلاغة يقولون في هذه الآية على مصطلحهم، يقولون هذه استعارة تبعية باسم المكان الذي هو المرقد. ولذلك حتى البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الآية وفسر قال من مرقدنا، قال من مخرجنا. ولذا فهذا القول لا شك أنه باطل. من استدل على أن العذاب في القبر وأن النعيم في القبر يتوقف أو يتقطع، وأبطل منه لما قال إن نعيم من في القبر يتقطع، فهذا القول باطل. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قال لمن هم من أهل الجنة ومن أهل النار، قال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل، وقال كما عند الترمذي فلا يزال معذبا في قبره. كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي عن المؤمن نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وقال عن المنافق والكافر قال فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فهذا نص صريح واضح، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يدخل عقله في النصوص الشرعية، فإذا كان لا يعلم فليقل لا أعلم، أما أن ندخل الفلسفة والعقليات في النصوص الشرعية فهذا من الضلال المبين. ولو قال قائل إن النعيم والعذاب لا نراه، فنقول هذا هو شأن من أدخل عقله في النصوص الشرعية، إنما المؤمن عليه أن يصدق خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مع هذا كله، يا من يدعي العقلانية في هذا الباب، مع أن العقل السليم من الشبهات والشهوات لا يمكن أن يتعارض مع النصوص الشرعية، مع هذا كله، مع ما أثبت من نصوص شرعية من القرآن في إثبات عذاب القبر، وكذلك ما ورد من أحاديث كثيرة في السنة على إثبات عذاب ونعيم القبر، نقول لك هذا النائم قد يكون أباك أو أخاك أو ابنك، وإذا به في الفراش وأنت تراه وهو نائم لم يتحرك منه شيء، وإذا به يقوم فزعا لما رأى في منامه كأنه سقط من جبل أو دهسته سيارة، أو ربما يقوم وهو يرى أنه متنعم لأنه أكل لذيذ الطعام أو لذيذ الشراب أو ما شابه ذلك. فإذا كنت لا تدرك ما يجري لهذا النائم وهو أمامك لم يتحرك، لا تدرك ما يكون في نومته مع أنها موتة صغرى، فكيف تدرك ما يكون في القبر وهي الموتة الكبرى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره جل وعلا وعدلا في أحكامه.